مرحبا. كلنا بدنا أولادنا يكونوا مواكبين للتكنولوجيا بس ما يستخدموها بشكل زايد لتأثيرها السلبي على الدماغ. بتنصح الـ APA الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بعدم تعرض الأولاد تحت سن ونص لأي نوع من الأجهزة الإلكترونية. من السن ونص لسنتين يكون الاستخدام محدد بوجود الأهل، من السنتين لعمر الخمس سنين ماكسيموم ساعة بالنهار، أما من ست سنين وطالع نحط حدود لأولادنا. فمن الأفضل إنه ما يلعبوا أولادنا أو ما يتعرضوا لأي نوع من الشاشات أكثر من ساعتين بالنهار، والولاد يلي عمرهم تحت العشر سنين ما يلعبوا فيديو جيمز. شو فينا نعمل لحتى نخفف من استخدام التكنولوجيا؟ فينا نلاقي بدائل لأولادنا، بدائل هن بحبوا يعملوها. فينا كمان نأمنهم ألعاب بتساعد عقلهم على النمو، ومعليش إذا شي مرة زهقوا، لأنه الزهق بولد الإبداع. فكروا فيها.